تحت شعار قدسوا صوما، وبمناسبة هذه الأيام المباركة من الصوم الأربعين المقدس، أقامت جمعية خريجي وأصدقاء مدرسة شنلر للأيتام بالتعاون مع شبيبة ماري الياس للروم الأرثوذكس أبو نصير حفل إفطار صيامي تقشفي خصص ريعه لصندوق الأيتام في الجمعية. واشتمل البرنامج الذي أحيته جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق على باقة من التراتيل البيزنطية الشجية التي أسعدت الحضور في أجواء روحية مقدسة، إضافة إلى تنظيم المسابقات وتوزيع الجوائز على المشاركين. احنا كجمعية خريجي وأصدقاء مدرسة شنلر قامت اليوم بعمل إفطار صيامي بمناسبة الصوم الكبير، وكان ما شاء الله الحضور كويس الحمد لله، وهذا دعم هذا الحفل هو لصندوق الأيتام في جمعية خريجي وأصدقاء مدرسة شنلر. جمعية كما يعني يعلم الجميع بأنها تعنى في الطلبة في مدرسة شنلر، بتساعدهم باحتفالاتهم وبتساعدهم في إقاماتهم. أنا شاكر كثير لهم شبيبة مار الياس، ألف شكر لهم ولكل الداعمين لجمعيتنا. نتمنى دائما الدعم المستمر لجمعيتنا من أجل استمرار دعم اليتيم في مدرسة سيد أورشليم. ريع هذا العمل بروح لدعم صندوق الأيتام في الجمعية، وكان ضمن برنامجنا شاركنا جوقة كنيسة رقاد سيد العذراء بمجموعة من التراتيل الأرثوذكسية الرائعة. بشكر كل شخص شاركنا ودعم البرنامج والجمعية اليوم، وأخص بالذكر شبيبة مار الياس أبو نصير، سعادة سامر قعوار، السيد ميشيل نصار، أشرف قعوار. كل الشكر للأشخاص اللي دعموا من خلف الكواليس. كمان بشكر كمان أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية، شكر خاص لقناة نور سات ولدكتورة باسمة سمعان اللي دائما بتدعم أنشطتنا من خلال تغطيتها.